بيوت الخشب المطلة على نهر نيدوليف الذي يصب في المحيط الأطلسي من الناحية الأخرى. تلك الناحية هي ناحية مصب النهر في المحيط الأطلسي، وطول هذا النهر 75 كيلومتر. ولاحظوا على جنباته توجد البيوت الخشبية، هذه حافظت على وضعيتها التي استجلبت من أشجار الغابات وبنيت بها هذه البيوت، وظلت محافظة على هذا الشكل. جذوع أشجار اتخذت كقواعد راسية لأرضية هذه البيوت الخشبية. وذاك من بعيد الخليج الذي يتصل بالمحيط الأطلسي. الجو في الصيف لطيف جدا، ولاحظوا هنا صلابة هذه الأخشاب. في أول هذا المقطع كنا فوق هذا الجسر نصور، ومن خلال نهر نيدوليف تبدو قبة كاتدرائية نيداروس التي يراها السائح والجائل من أي مكان بسبب ارتفاع قبتها. والسفن والقوارب السياحية تعج بها هذه المياه في مدينة تروندهايم. طيور النورس، طائر النورس أحجامه كبيرة جداً.